توجه إلى القضاء العسكري من أجل مقاضاة المدون سليم الجبالي حباجيلة. نحن تعودنا أنه فما مدونين ربما يطلقون العنان لأقلامهم ويسمحون ربما بإصدار أحكام أو مواقف ربما فيها إساءة للرئاسة، ولو أن المسألة تقديرية، معناتها تقدير الإساءة من عدمها، وهذا مجال اختصاص القضاء. لكن علاش التوجه للقضاء العسكري؟ وهذه ربما يعني صار محل تساؤل واستفهام لدى الرأي العام، علاش الرئاسة تصر على يعني توظيف القضاء العسكري في قضايا كانت نجم تكون محل أنظار القضاء المدني؟ والله أنا ما نعرفش بالضبط على شنية القضية أو شنية التدوينة اللي خرجتها الصفحة هذه واللي خلات رئاسة الجمهورية معناها تشكي بالمدون هذا من فيفري يظهر لي إلى القضاء العسكري. طيب أنا من خلال ما أعرفه على هذه الصفحة أنها تغيرت في خط تحريرها على امتداد العشر سنوات هذه. شهدناها في مرحلة كانت في مواجهة للترويكا والمنصف المرزوقي بالأساس والنهضة والمرحلة هذيك، ثم بعد ذلك تغيرت في مرحلة الباجي قايد السبسي، وربما ولات أيضا تهاجم بعض خصوم النداء، ثم بعد انقلبت على النداء في المرحلة بعد 2019 يبدو أنها خذت منحة معارضة رئيس الجمهورية، معارضة قرطاج. وما نعرفش ربما في الصفحة هذه جانا حتى سبان في مرحلة من المراحل، نجم نكون أنا تسبيت، قالوا لي يعني في الصفحة هذه سبوني في فترة معينة. لكن من نجمش طبعا أنا أقبل بأن يحاكم مدون مهما كان سقف التحرير متاعه أمام القضاء العسكري. ندرك جميعا أنه ثم بالحق معناه حالة من الفوضى التدوينية في البلاد، انفلات تدويني، معناه الناس تدون على الفيسبوك مش لكي تقدم فكرة، مش لكي تقدم رؤية، نسبة كبيرة يدونوا على الفيسبوك إما لي التهجم على الأعراض وهتكها أو الإدعاء على الناس بالباطل أو محاكمة السياسيين أحيانا بالباطل. اليوم اللي يعمل السياسة صحيح، ثم جزء كبير من اللي يعملوا في السياسة بيوتهم من زجاج، معناها فاسدين وينجموا يكونوا معناها عندهم، لكن على العموم أنه يولي اللي يشارك في الشأن العام سواء إعلامي ولا فنان ولا سياسي وإلا مش عارف أنا شنو ولا مثقف ولا غيره، يصبح عرضة معناها لهتك أعراضه أمام الناس، وأحيانا مش مناقشة أفكاره، ماكش تناقش في أفكاره، وأحيانا تولي تناقش حتى في حياته الخاصة، هك تجيبه وين قاعد ومع شكون قاعد وش قاعد يشرب وش قاعد يحكي وش قاعد، وحتى حياته الخاصة أنا دخلني فيها، حتى هو ما علاقاته الشخصية مع صديقاته حبيباته مع عشيقاته، رو معناها وصلنا بالحق إلى وضع ما عادش فيه جدل سياسي الفكرة بالفكرة. فيما يتعلق بالفساد زاد مش هكاك حك راسك وتطلق التهم جزافا، واطلق التهمة جزافا بالفساد، معناها ولينا سياسيين نشوفهم ساعة في في بلاتوات الإعلام، اضرب منا هذا فاسد هذا، يا خويا شفت انت حكمت عندك وثائق، وثم القضاء معناها. لكن فما قول حواجيلة يقول لك الصبر على الانفلات في الحرية افضل من ربما العودة الى التضييق والى الدكتاتورية، وهذا كان اللي نوصل له. انا نقول في الاخر با يا اخي الباجي قايد السبسي عانى شويه من الـ من الـ من الـ من الانفلات والاساءات، المرزوقي عانى شويه، الحكومات المتعاقبه عانى شويه، ما كلهم يعني في الاخر كانوا تحت القصف. انا افضل ان رئيس الجمهوريه السيد قيس سعيد معناها خلينا نقولوا يتحمل ضريبه، هي ضريبه، هي الدخول للشان العام ضريبه، انك تولي شخصيه عامه ضريبه، معناها يلزمك تتحملها، ثم حاجه يلزمك تتحملها انك تصبح مستباح في المواجهه، وساعه الواحد راهو والله في كثير من الاحيان يلزمك تعمل تهيئه نفسيه حتى لاولادك باش يتعلموا انك يتحمل الهرس لريق على صار. ايوه انا ولدك وبنتك لازم تقول لهم اسمع تحملوا، اوكي راهو جات فتره، انا واحد منا جات فتره من نرفزين يحبوا يهبطوا هما ويسبوا، يا اركع يا ودي ريب يزي بلا واحد، ما يلزم كتب بعد يولي يفهم بطول الوقت انه في الاخر بوه كيما يمدح يمكن ان يذم
يمكن يهدك عرضه، حاول قدر الامكان انت عرضك ما يكونش فيه حاجات معناها قابله لهذا. لكن طبعا لازمنا ننظموا حتى ما فماش تختلق فوالا باهي. هذه ضريبه الحريه كما قلت انت، مزيد من الحريه خير من التضييق على الحريه. لكني ثم حاجه نحب نقولها، وانا نعبر على تخوفي على بلادي في الجانب هذايا. انا احس انه البلاد قد تذهب او ذهبت ربما، هي انه يصبح القضاء وتصبح مؤسسات الدوله اداه للصراع بين المتصارعين داخل الدوله. اليوم توظيف القضاء اليوم الصراع ولا داخل الدوله، داخل مؤسسات الدوله. اليوم عركه بين القصبه وقرطاج، بين قيس سعيد وراشد الغنوشي، بين المشيشي وقيس سعيد، بين المشيشي والمعارضه نتاعو. واليوم يمكن وارد جدا انه يصبح استعمال مؤسسات الدوله بمعنى القضاء والمؤسسة الأمنية، أنت عندك جماعتك في القضاء تحركهم على منى، أنا عندي جماعتي في الأمن نحركهم على سي عبد الكريم. واليوم 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 حقيقة معناها الواحد ما عادش يأمن على حياد الدولة. راهو ولا ثم خطر كبير ياسر أن الدولة أصبحت متجاذبة، يعني كل واحد واخذ منها طريف، كل واحد واخذ منها قدمة. رينا القضاء جزء منه يستعمل في مواجهة هذا الطرف، وجزء آخر في مواجهة طرف آخر. اليوم يا أخي أنت تنجم تنكر أنه جزء من القضايا اللي في الكون هذا ولا في الكون هذا استعملت فيها مؤسسات الدولة بشكل أو بآخر. ولهذا عندي تخوف كبير ياسر من أنه يستعمل القضاء والقضاء العسكري بالذات في تصفية حسابات سياسية. نمشي أبعد من هذا، السيد رئيس الجمهورية ربما هو وجملة الأحزاب اللي معاه يشتغلوا بمنطق أنهم هم الحقيقة. تو اليوم عند الناس شنو؟ الرئيس هو النظافة والفضيلة، هو الطهر، هو الفضيلة، واللي معاه نفس الشيء معناها يعطيه لأرواحهم كما نقولوا احنا لافونتاج هذا انهم هما بالحق، هما الحقيقه، هما الفضيله. زي الخيان مثلا في التيار الديمقراطي هما الصلاح والباقي فساد، خيان في حركه الشعب هما الصلاح والباقي فساد، النهضه هما الدين والاخلاق والباقي الكفر والالحاد. ما ثم كل واحد شادد فوند كوميرس الاستعمال السياسي ويواجه فيه بالناس الاخرين. خشيتي ان احساس رئيس الجمهوريه بالحق انه امام المصلحين والباقي هم المنافقين يجعله يمكن ان يستعمل القضاء في هذا الاتجاه. انا سمعت وهذه مثالش خلينا نعتبرها جزء من التحذير. انا سمعت ان السيده ناديه عكاشه بخلاف انها عندها مدونين وصفحات مهمتهم هي مهاجمة الناس، وهذا سمعناه في تسريبات، هي عندها يقال ويلزمها تكذب ويلزمها تولي تتكلم ويلزمها تدخل للجدل الإعلامي والجدل السياسي، ما تقعدش ساكتة وتجاوبنا. عندها ناس مشرفين على مراقبتنا شو نقولوا ناس محللين وناس تدويناتنا ايش فيها وكذا، وهاجموا لي فلان وهزوا لي لفلان وقولوا لفلان وهدكوا اي هذايا اتوقعه ولا استبعده ما دام عندنا رئاسه صامته لا تتكلم ولا تقول من تقصد بالفاسدين ومن تقصد بالمنافقين ومن تقصد بأعداء البلاد ومن تقصد بالعملاء. ولا اللي يحب اليوم ينقد رئيس الجمهورية في أدائه تهبط عليه الجنود معناه من كل الجهات اللي يمثلهم الصلاح. رغم أنه نجموا نلقاو برشا مدونين الآن اللي قاعدين يناصروا في رئيس الجمهورية ويدعيوا أنهم يناصروا في رئيس الجمهورية، أعراضهم معلومة عند الناس الكل، معناها ومواقفهم السياسية معلومة عند الناس الكل، وكان نحبوا ندخلوا في الفضح والفضح المتبادل. معناها أنا نقول رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والأحزاب اللي تحكم والأحزاب اللي موجودة في البرلمان ليس لها الحق لا أن تتصرف من موقع أنها تمثل الحقيقة ولا أن يكون لها
ذباب الكتروني او اذرع او سلطه على القضاء او اي مؤسسه او سلطه على القضاء لهذيك الناس. واضح سي عبد الكريم. عادي انه اليوم يعني الصراع السياسي يدار باليات الاصل في الشيء ان تكون محايده عن كل تجاذب وكل صراع وكل اصطفاف يعني سياسي وحزبي. اليوم يعني مدون مهما كان مضمون قوله الاصل في الشيء انه حتى كانوا باش يحاكم امام قضاء مدني او ربما تمنح له فسحه او ربما امكانيه التدارك او ربما العدول عن مثل هذا الصنيع مش نلقاوه معناتها امام قضاء عسكري ويسجن على خلفيه ارائه او كتابته. ثم زوز زوايا بالنسبه لنا في هذا الموضوع هذا. الزاويه الاولى ايجابيه جدا. اصبحنا في بلد اي واحد نجم يرفع قضيه باي واحد. تصوروا 15 سنه التالي واحد يتكلم او يعمل تدوينه الرئيس السابق ما يوصلش للقضاء يتلف لفين. هذا ايجابي عندي انا. وين الاشياء اللي يهبط عليه القضاء المستعجل لا مش مستعجل تعرفش يقولوا جدنا المبرم المبرم قضاء أيوة. المبرم. المبرم شرح الكلمات الصعبه هذا شوف لنا المبرم انا خلي يبرم وبرمان واضحه. الزاويه الثانيه اولا هذه ماشي اول مره سبق للرئيس باش يقاسب انه قاضى المدون نبيل الرابحي مثلا باهي وخسر القضيه. انا دريج انا السؤال الكبير اللي ما نلقالوش اجابه ما دخل القضاء العسكري في انسان يقوم بتدوينه انسان مدني هو بالنهايه انسان مدني يقوم بتدوينه تجاه رئيس الجمهوريه. يقول لك يمكن كشف امن الدوله يمكن كشف حاجات فيها امن دوله ثم فيها كذا تم التاكيد على انه اللي جات في التدوينه ما خدتش اطلاقا الجانب نتاع رئيس الجمهوريه كقائد القوات المسلحه خدها كرئيس الجمهوريه. هذا واحد. اثنين انا عندي احتراز صغير انا راني الحريه بقدر ما نقدرها بقدر ما نقدر القانون والقانون واضح في الامور هذه. قلت لي ثم ثلب واذا كان منع عند عكس هذا معناه كان تصلحني اما ثلب او شتيمه او قذف لازم يتحاكم مولاها. نعم هو في القانون فما تهمه سي عبد الكريم فعل موحش في حق رئيس الدوله تحكم بها عماد دريج عماد دريج ومعز بن غربيه ووسيم ميغالو. نحكي حتى بشكل عام خلينا من رئيس الجمهوريه الحريه ما تبيحلكش انك تمشي للشتيمه والثلب والقذف والسبان ولهتك الاعراض. هذه مش حريه بالنسبه لي. انا متحوصل من حق رئيس الجمهوريه او رئاسه الجمهوريه لانه لحد الان اللي صار لنا ان النيابه العسكريه اللي تقدمت بالقضيه وقع التاثير عليها من طرف القصر او لا من طرف الرئيس او لا من حقه ان يقدم قضيه ولكن تقعد في المستوى المدني وهيك القضاء بالنسبه لي. عبد الكريم اليوم الناس اللي غاضبه من رئيس الجمهوريه واستعملوا القضاء العسكري كانت مبادره تشريعيه تقدم بها مبروك رشيد ربما لتصدي لما يسمى الوصم لاستيغماتيزاسيون وكانت فما يعني رده فعل عنيفه جدا معناتها بالمعنى المعنوي للكلمه ضد مبروك رشيد ومبادرته واعتبروها محاوله للتضييق وللسنسره ولتكميم الافواه. يعني من شيره نرفض القضاء العسكري ومن شيره اخرى نرفض مبادره تشريعيه تنظم الحياه على المواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفضائيات الافتراضيه هذه. شفت علاش الناس الثقه نتاعهم في السياسيين قلت؟ ثم امور منطقيه يا دوله قانون مؤسسات يا سيب الماء البطيخ. ما نعرفش انا هذه رؤيتي معناها انا نحترم نحب الناس كل يحترموا القانون. انا مع الحريه، الحريه المسؤوله. اما انا نقوم غدوه معناها هات نختارك انت نعمل تدوينه و انا ما نشكيش سي عبد الكريم قلت ها؟ ما نشكيش انا وانا ما نكتبش حاجه خايبه ما نخليكش انت هذه المسؤوليه ما نخليكش انت تشكي انا واجبي اني ما نكتبش حاجه خايبه. كي المشكل توا لا فو بروفيل ولا اسامي مستعاره ولا ماكينات تشتغل ممكن مناتا وتشير لنا المساله هذه. ثم ثغره قانونيه في حكايه الفيسبوك توا في الاعلام العادي معروف القوانين انا لما هيئات تعدل يسبوك والا يثلبوك والا يكذبوا عليك من حقك انك تذهب الى القضاء المدني وثم عقوبات للصحفي او الاعلامي او كذا اللي اما في الفيسبوك شكون باش تحاكم هذه نختم جمله ونعرفك تعرف موقفي منها انا ضد الحريه اللي فيها ضريبه من نوع هذايا. اما اخلاق اما قانون هيك هي
لازمها تمشي بشكل موازي مع الحريه. الحريه الاخرى نتاع اللي حكينا عليها توا انا بالنسبه لنا ما تقنعنيش الحريه هذه. هو الحقيقة معناتها المقاربات مختلفة ويعني متضربة، وكل مقاربة الحقيقة عندها وجهتها وعندها مشروعيتها. الناس اللي تقول اليوم احنا قاعدين نتعلموا في التعايش في مختلف الفضاءات العامة وقاعدين نحاولوا نعدلوا أنفسنا، معناتها الأوتو ريغولاسيون التعديل الذاتي لهذا الفضاء، عبر أنه احنا بالوقت نستانسوا شنو يتقال وشنو ما يتقالش. منسوب العنف مرتفع. لا باش نعلق لك بجملة، نتعلموا إيه؟ اما التلميذ اللي يقعد 10 سنين في السنه الاولى ابتدائي انا بالنسبه لي مش قاعد يتعلم. لكن شنو البديل سي عبد الكريم؟ لانه الماضي مثلا ليس ببعيد، الماضي ليس ببعيد وهو ماضي اسود في علاقه بالحريات وفي علاقه بحق الناس في ان يتعبر وان يتفاعل وربما يعني تعطي رايها في 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 في, 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 في الشان العام. اي انا كي نحقق انجاز من نوع حريه راهو ما تمشيش بيا للطرف المقابل. وعلى فكره راهو الشتم والسب والقذف باشكال حتى السياسيين قاعدين يقوموا به وقاعدين معناها انا وقت اللي السياسي اللي هو بالنسبه لي القدوه راهو ما عادش له معش. انا بالنسبه لاحمد قال ما نشكيش، انا ضد الحكايه هذه. اش معناها وقت اللي يبدا يناقش لك في افكارك ويقول عليك اللي تحب، يسبك سياسيا، يقول مش عارف انا رجعي، يقول تقدم، يقول علماني، يقول ما نعرف، يقول افكاره مرتبطه بالخارج، تنجم تقول. اما يا خويا تسلبني في ذاتيا في شخصي وتكذب عليا في حاجه، تقول هذا عنده حاجه هيك فلانيه وهي ما ثماش، وانا نقول لا ما نشكيش وامارس شكلا من الواحد. اما المشكل وين تشكي قبل شكون وكيفاش وشنية الإثباتات في الفيسبوك وهذا الكل أسأل.